مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بيت للكل. عندما نحكي عن الفن، خصوصا الفن في مصر، ارتبط مع المصريين منذ التاريخ القديم. اعتاد المصري القديم أن يرى على الجدران المصرية وعلى الحضارة القديمة، فيرى الدفوف ويرى الموسيقى ويرى الإبداع في كل مكان من حوله، وترجم هذا على مدى العصور. انتشر الفن وبدأ الفن يتنوع ويختلف ويتغير من هنا وهناك. بدأت أولا طبعا السينما المصرية منذ العشرينات، وتلتها طبعا الإذاعة المصرية، التلفزيون، وطبعا كله امتزج، وأكيد كمان المسرح المصري منذ القدم، وهو يقدم حالات جميلة وإبداعية مختلفة. يظل الفن هو المحطة المصرية للمصريين، عندما يتعبون لا يجدون إلا الفن الذي يريح الأنفس وأيضا يشكل الوجدان، ويستمتع المصريين وأيضا أشقائنا العرب بكل ما نقدمه من فنون جميلة وإبداعية. خليني أسلم وأمسي على زميلتي العزيزة اللي منورانا لأنا. مساء الخير يا لأنا. مساء النور شافكي. يعني حلقتنا اليوم أكيد رايحة تكون أمام المشاهدين كلهم حلقة رائعة وجميلة، لأنه أولاً بنحكي عن رسالة الفن ودور الفن في الحياة وكيف الفن بغير. صحيح. وكيف الفن بيلعب دور في الوعي المتلقي. والشيء الثاني لما نحكي عن الدراما والفن المصري، لأنه أنا بتذكر أنه إحنا فتحنا عيوننا وإحنا نستنى مثلاً في الأردن نستنى المسلسلات المصرية. يعني مثلاً إحدى الحلقات اللي تناولناها في بيت للكل مسلسل الشهد والدموع. صحيح. الكل كان في الأردن يلتف حول التلفزيون، ما كان كل هالمحطات الفضائية. صحيح. ما كان في، فالكل كان يستنى الشهد والدموع، المسلسل المصري. أيوه. فالدراما المصرية، الإنتاج المصري من السينما، من الدراما، من المسلسلات، عارفة ليه؟ رائع جدا، لأنه كمان عاداتنا وتقاليدنا متقاربة. يعني شو سبب نجاح وشافكي؟ يعني أنا إذا بدي أسألك سؤال، يعني ليه الدراما المصرية قريبة لأذهان ووعي الشعب العربي؟ هقول لك ليه. أولاً اللهجة المصرية سهلة سلسة. سهلة. ثانياً المؤلف والكاتب المصري اللي بيكتب للدراما عادة بيشوف اللي بيحصل في الشارع، اللي بيحصل في البيوت، المشاكل، الحكايات اللي ممكن الناس تبقى محتاجة هو يعبر عنه. فبالتالي لما تيجي مثلا الشهد والدموع، ليالي الحلمية، القاهرة والناس، أول المسلسلات اللي ظهرت هنا في التلفزيون، من الحاجات اللي هي كلها من المشاكل الاجتماعية، قصص الشباب، مشاكل الأجيال، العائلات. فده طبعا، وعايزة أقولك إن الدراما الاجتماعية بالذات دراما البيوت والحكايات والشباب، الحياة المصرية بتشد المصريين حتى اليوم. عشان هيك إحنا بنحكي كل ما كان، حتى الإعلام كل ما كان قريب للناس وواقعي ومن واقع الناس، كل ما كان أقرب وأكثر تأثيراً. صحيح. فعلشان هيك حلقتنا لليوم رح نتناول يعني الفن بشكل عام، ورسالة الفن والفنان كم عليه دور ومسؤولية كبيرة. صحيح. والشيء الثاني رح نحكي عن الدراما المصرية والمسلسلات المصرية، وأكيد اللي بيحضرها هيك بيعيش أجواء البيت المصري. صحيح. يعني أحكي لك، وأنا بمشي في الشارع المصري ويعني أنا صرت أشعر حالي كأني واحدة من أهل طبعاً البيت. طبعاً. بمشي في الشارع المصري وكأني في كل شارع بمر بشوف قصة مسلسل أنا حضرته. أيوة. فأدركت بأنه المسلسلات المصرية مأخوذة من الشارع المصري نفسه، من الحياة المصرية. طبعاً. ومن طبعاً. حياة المصريين. طبعاً. وأظن الاستديو اللي إحنا موجودين فيه هاد أكبر المسلسلات المصرية عملت هون. صحيح. هنا تعمل ليالي الحلمية، أعتقد الشهد والدموع. يعني استوديو 10 من الاستوديوهات الكبيرة جدا في مبنى الإذاعة والتلفزيون. صحيح. اللي شهد الحقيقة فوازير. شوفي الحاجات اللي شريهان الناس تحبها، شريهان ونيلي، سمير غانم، يعني تعمل فيها حاجات كتير جدا. النهاردة عشان كده في بيت للكل أنا سعيدة بالضيفة اللي موجودة معانا، لأن هي ضيفة شبه بيوتنا المصرية. يعني ممكن تحسي إن هي أختك، ممكن تحسي ان هي قريبتك، ممكن تحسي انها جارتك، ممكن تحسي انها يعني حد من القرايب المقربين، صديقه ليكي. هي دخلت كل البيوت وعندها اقتدار شديد جدا، بساطتها، عفويتها، وفضلت تقدم ادوار في اعمال مهمه لحد ما بقى
وجودها في أي عمل اليوم النهاردة يبقى أنا المشهد ده هيبقى ناجح. وهتلاقي عدد من الفنانين النجوم يقولك إيه، طيب يا ترى مين اللي موجود معايا، يعني مين اللي موجود معايا في المسلسل. بنسمي الـ يعني زي ضيفتنا العظيمة القديرة الفنانة القديرة اللي معانا اليوم، هي من أهم الممثلين اللي ما ينفعش يبقى فيه عمل ما يبقوش موجودين فيه. سميتيها بمصطلح قبل دخولنا للاستديو، منجهز حالنا رح ندخل، فبتحكي لي يا لانا هي عظم المسلسلات المصرية. حقيقة وحتلاقي انه اي ممثل نجم وجه جديد واقف قدامها يعمل لها حساب، لان هي ممثلة محترفة شاطرة، رغم ان هي خريجة اداب يعني للغة الانجليزية، بس هي اكيد حبت التمثيل موهبة. والدها كان ممثل عظيم كمان وقدير. فحنعرف تفاصيل كتير قوي عن القديرة سلوى عثمان. إذن اليوم رح تكون حلقتنا مشاهدينا مع فنانة مصرية سميت أو كما أسمتها شافكي بأنها عظم المسلسلات المصرية، سلوى عثمان، في حلقتنا من بيت للكل. إن شاء الله ابقوا معنا مشاهدينا.